نبدأ حوارنا في محورنا الثاني من حلقة الليلة، حيث قررت الحكومة يوم أمس رفع أسعار المحروقات بأنواعه 100 فلس للتر اعتبارا من اليوم الاثنين. وبحسب قرار لجنة التسعير تم رفع أسعار بنزين أكتان 90 وبنزين أكتان 95 وبنزين أكتان 98، وتم رفع أسعار مادتي الديزل والكاز، فيما تم الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير على الرغم من ارتفاعها إلى 8 دنانير وربع الدينار. نناقش في هذا المحور تسعيرة المحروقات مع ضيفنا أمين سر نقابة المحروقات الأستاذ هاشم عقل. أهلا بك أستاذ هاشم. أهلا بك. أود التنويه فقط أننا طرحنا وطلبنا من وزارة الطاقة أن تتمثل في هذا المحور، لأننا لم نحصل على رد منذ صباح اليوم حتى هذه اللحظة. والحقيقة يعني قبل ما أحكي معك بدي أسمعك فقط أراء المواطنين اليوم حول رفع وتسعيرة المحروقات، لأنه المواطن اليوم المعادلة الصعبة بقيت معادلة صعبة، ولدى المواطن رأي في تسعيرة المحروقات. نتابع سوية. والله زيادة سعر البنزين يعني جائرة على المواطن الأردني في ظل الظروف الراهنة، لأنه الوضع كل ماله للأسوأ، ويعني بدنا شغلة تخفف علينا، وبدال ما يعيدونا بعيد العمال بهاي المناسبة شغلة اللي تفرحنا كانت عديتنا رفعت أسعار البنزين. كنا حابين نعرف الآلية اللي بتم احتساب فيها أسعار المحروقات، سواء بالرفع أو تنزيل، مش كتير بيصير تنزيل بالرفع، إيش المعادلة، شو الآلية؟ عالميا بيثبت بيرتفع، بينزل بيرتفع، بجميع الأحوال يا بيثبت يا بيرتفع، أنا ما بينزل. يعني أنا لما أعبي بخمس لارات عندي وما يسوينش عندي إشي بسيارتي، شايف، وأنا أضطر أن أرد أعبي كمان مرة تانية، شايفه، وما يكفي برضو، يعني هذا بكون ضرر علي وعلى سيارته وعلى شغلي. يعني ما الناس تعبت من الموضوع هذا، وخصوصا أسعار البنزين، لأنه أسعار البنزين مش هي أنه أنا أعبي سيارتي بنزين وانتهينا، لا، سعر البنزين بالارتفاع بيعود بالارتفاع الأسعار على كل الأشياء اللي بتتعلق بالمشتقات النفطية، حتى النقل بالنسبة للخضرة، بالنسبة للخبز، بالنسبة لأسعار النقل، بالنسبة للشركات لما بدها تزيد أسعار البنزين رح يرتفع عنا أسعار كل إشي، والشركات ما بتتحمل الفروقات اللي بتصير من رفع المشتقات النفطية، كلها بتعود على المواطن، والمواطن أصبح لا شيء، مش عارف المواطن من وين بده يجيبها، خاصة هلأ عندنا فترة رمضان، بعد رمضان في عندك عيد، من عيد لمدارس لنرجع لكمان لعيد تاني، أتوقع أنه الأمور بالحضيض صارت. يعني إحنا والله جوعنا، والله إنه وضعنا صار عدم مؤاخذ، الواحد يطلع ما يجيب مصروف عياله. والله ارتفاع البنزين أول شيء هذا مجحف بحق المواطن، ما في إلا قوت المواطن اللي تتعدى عليها الحكومة. إذا بدهم مصاري ويقولوا الشعب طفران، الشعب اللي طفران ليش ما يجيبوا المصاري للناس اللي نهبت البلد ما هم قادرين يحصلوها. أنت ترفع على أسعار والعالم من دمرة، ثاني يوم عيد العمال كحنا بعشرين قرش زيادة. الله وكيك وقسم بالله صرنا نجد حوالي من سنة جاي، والله العظيم ما معانا ناكل ولا نشرب. الله وكيك. هذا حال المواطن اليوم، والحقيقة هي أراء من مختلف مناطق العاصمة عمان، لو طلع عن محافظات الوضع أكيد راح يكون أسوأ، بدي أسمع وجهة نظرك. يعني للأسف مؤلم ومؤسف جدا أنه نسمع هذه الشكاوي، وإن شاء الله يجينا يوم تنعدم. تسعيرة المحروقات يعني طال الحكي والحديث فيها في كل المجالات، وآن الأوان للحكومة أن تشرح بالتفصيل طريقة التسعير حتى تكون معروفة للمواطن الأردني في كل سهولة، لكن الحكومة راح تقول لك شرحناها 100 مرة، صح؟ طب تنزل لمستوى تفكير الناس وتشرحها بطريقة بسيطة حتى يستوعبوها. الطريقة الموجودة، أنا إلي فترة بهذا القطاع والله ما نفهم التسعيرة، وكثير زملاء إلي ما بفهموا طريقة التسعير. شوف، تسعيرة أشتقات البترول تعتمد على 4 عناصر عالمياً: تكلفة البترول الخام، الضريبة، النقل والتوزيع، والتكرير. طيب، وكل واحد بيتحمل نسبة. إحنا المشكلة عندنا بالأردن ضريبة المحروقات متغيرة، في معظم دول العالم ضريبة المحروقات ثابتة. كيف يعني؟ يعني هلأ مثلا في أمريكا في عندهم نفترض ضريبة يمكن 20 أو 25%، بعرف الرقم بالضبط، نفترض بضل 25% رقم ثابت على يعني مبلغ ثابت على اللتر. احنا الضريبة عندنا بتتغير كل ما طلعت الاسعار او نزلت الاسعار. الشغلة الثانية
الخام بيكلف تقريبا 37% من التكلفة عالميا، حسبة معروفة. عنا احنا ما بنعرف شو بيكلف الخام من الحسبة. التكرير بيكلف يمكن 16% عالميا، لأنه كل مصافي البترول تتشابه في عمليات التكرير المشتقات النفطية، وبالتالي ما بيكون في فرق بعيد. احنا عنا ما بنعرف مثلا تكلفة التقرير كم، التكرير عفوا، التوزيع والنقل وما يتبع عملية التكرير ما حدا بيعرفها. بتيجي ببند التسعيري بتشوف مصاريف مبالغ فيها من مصاريف نقل ومصاريف فاقد ومصاريف اعتمادات وإلى آخره، علما أنه الحكومة زي هي بتاخد فلوس البترول من الناس مقدما. النقطة الأهم بالموضوع، إحنا بنستورد بنزين 95 بالكامل، وهي كميته ضئيلة جدا 200 مليون لتر، وبنستورد كمية من الديزل، وإحنا بننتج بالمصفاة بحدود بين 2000-2500 طن كل يوم، ما بتمثل يمكن 30% من حاجة البلد، إذن في كمية مستوردة. بس البنزين التسعين والكاز وبنزين الطيارات هذا مكرر بالكامل بمصفاة البترول، تمام؟ مصفاة البترول بتشتري عقود بترول خام بداية الشهر لشهرين أو ثلاثة، تمام. طب ليه بتربط تغيير الأسعار المشتقات أو اللي بيصير عالميا كل شهر بالمنتجات اللي سعر الأساس تبعها بتغير كل شهرين أو كل ثلاثة والمواد موجودة عندهم؟ بمعنى أنه الكاز والديزل وبنزين الطيارات، بنزين الطيارات تقول شركات الطيران بتفاهم مع الملكية وبيدبروا حالهم، بس البنزين التسعين اللي هو استعماله 96% من حاجة المواطن الأردني بشكل عام، ليه بدخلوه بالتسعير كل شهر؟ طيب والله بدي يعني ما في منطق، ما في منطق، لأنه أنت بتشتري بترول لشهرين ثلاثة والسعر تبعه معروف لمدة 90 يوم، لازم أنت تسعر البنزين التسعين والكاس على نفس التسعيرة. 90 يوم، 90 يوم إذا بيشتروا هم بترول لثلاث شهور، وأعتقد إنهم بيشتروا لثلاث شهور على الأقل يا سيدي، لو بيشتروا لمدة شهر ماشي، بس ما أظن بيشتروا لمدة شهر، بتكون فترات طويلة لأنه اعتمادات وطلبات متكررة. هذا مطلوب من وزارة الطاقة أن توضحه، تشتري المشتقات، تشتري النفط كل شهر ولا كل ثلاث أشهر؟ خليني أستعرض معك بس أسعار بنزين أكتان 95 منذ بداية العام والتغير اللي طرى عليها منذ بداية العام 2017 حتى يومنا. في 1/2017 كان 810 فلس للتر، في وكان معدل خام برنت 45.6 دولار. في 2/2017 880 فلس ومعدل الأسعار 55.3 دولار. في شهر 3 بقي السعر كما هو ومعدل أسعار الخام برنت 51.7 دولار، بقي كما هو عندما ارتفع في شهر 4/2017 ل 51.9 دولار، و في هذا الشهر تسعيرة 1/5/2017 890 فلس ومعدل خام برنت 51.8 دولار. يعني احنا في عندنا غير مفهوم، في عندنا حسبة بسيطة عالميا. اذا اليوم نفترض انه سعر البترول الخام ارتفع ما نسبته 10%، تأثيره بيكون على البنزين 4% بالارتفاع، ولكن خلال 5 أسابيع تظهر هذه النتيجة، ما بتظهر فورا. بالأسبوع الأول بتكون يمكن النسبة أعلى نسبة، بالأسبوع الأخير بتكون النسبة يمكن 1% بالزيادة من 4%. 5 أسابيع مش شهر، لا لا، يعني بده 5 أسابيع على الأقل حتى تظهر نتيجة الزيادة 10% على الخام البترول على المشتقات. إحنا ممكن نتيجة تظهر ثاني يوم، إذا يوم إجتنا شحنة بترول على العقبة بيوم 27 الشهر، عرفت علي، وكان عندنا تسعير بواحد الشهر، ما بنطلع عليه، بنطلع على اسعار المتغير للمشتقات النفطيه، ويا ريت بيلتزموا فيها. يعني مثلا هذا الشهر ما لازم يكون في رفع اسعار، كان لازم الاسعار تتثبت. الشهر الماضي ما كان لازم يكون، ما بعرف كيف الاليه اللي عملوا فيها تخفيض وبعدين حطوا الضريبه. انا بحترم وجهه نظر انك انت ترفع سعر او تخفض سعر، اما انت تروح تحط ضريبه وزياده بمعنى انه ظلت ثابته على السعر، يعني زي البنزين 95 صارت الضريبه 42% زاد 115 فلس، الضريبه اللي بتنفرض كانها زياده او تخفيض بتضلها موجوده ما بتروح. بينما اذا كانت الزياده الدوريه الشهريه بتطلع وبتنزل، ممكن مع الايام تنمسح
بس لما بتنفرض بشكل ضريبة خلص ظلت زيادة وثابتة. في حلول عشان نخلص من هذا الموضوع يا أستاذ هاشم؟ والله الحلول حل واحد وحيد، اللي هو إنه الحكومة بدها ضريبة على البنزين والمحروقات 100 مليون 200 مليون 300 مليون اللي هو الرقم اللي بدها إياه بتحطه، وبعدين على المبيعات كضريبة مبيعات تقدر تفرضه ويوصلوا لها ويتركوا الجمل للجمال ويخلوا السوق حر وتنافسي. هاي اللي أعلنوه من كم من سنة، قالوا إحنا بدنا نحرر الأسعار وبدنا نحرر الأسواق وإلى آخره، بس للأسف يعني إحنا مكانك سر. التسعيرة فيها ظلم لأصحاب المحطات، فيها ظلم نوعا ما للمواطن كمان. ليه ما في تنافس يا أخي؟ أنت ليه تيجي تفرض علي سعر معين وأنا قد يكون التكلفة عندي أقل وممكن أبيع بسعر أقل؟ يعني هذا موضوع يحتاج إلى الكثير، وأنا حقيقة حبينا نسلط عليه الضوء يوم فقط لأنه قضية مهمة جدا تهم المواطن، وما تحدث به أستاذ هاشم مهم جدا. عندك ملاحظة؟ تفضل. عندي ملاحظة أنه ربطوا أسعار الكهرباء بالنفط، يعني بكرة بترتفع الأسعار بدها تنعكس على فاتورة الكهرباء. صحيح. طب يعني المواطن هو ويلو ارتفع النفط من هون الله يعين المواطن، وارتفعت الكهرباء كمان من هون الله يعيننا جميعا كمواطنين. يعني هلأ في نقطة تانية اليوم، أرجوك بعجالة أرجوك. في عنا المنتج يعني هو موجود بس مش ظاهر على الساحة، وهذا عامل ضغط على أوبك، اللي هو يعني اليوم عنا تعرف النفط الصخري والزيت الصخري، في عنا النفط الرملي وموجود بكميات هائلة جدا في أمريكا في كندا في فنزويلا، وعملوا دراسات زي نفط رملي مثلا عندنا بالأردن إحنا، بس يمكن التكنولوجيا اللي بيستعملوها في أمريكا لاستخراج برميل البترول بيكلفهم، عملوا تجربة على 250 برميل باليوم طلع بيكلف بحدود $30، وزادوا الكمية ل 5000 برميل صار يكلف $20، وهي أخبار سيئة جدا لأوبك. إحنا موجود عندنا وإن شاء الله يعني لما يوصل لإشي نهائي نستعملها عندنا إحنا يا رب. يا سيدي بدي أشكرك كل الشكر الأستاذ هاشم عقل أمين سر نقابة المحروقات، شكرا جزيلا لك، شرفني بحضورك هذه الليلة. إلى هنا إذن مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقة الليلة من نبض البلد. رؤية كما عهدتموها كانت ولا تزال، واستبقى دائما معكم منكم وإليكم، فالأردني رؤية، تصبحون على خير. شكرا لكم.